مدعو السلام عليكم. وعليكم السلام. عزاكم وعزنا واحد. إن لله وإنا إليه راجعون. اش وقع البحث كثير؟ واللي وقع هو مات واحد المشجع ودادي منخرط ديال الوناس، حب الوداد بغاه الله البارح باش يموت، النهايه ديالو الاجل ديالو سكته قلبيه ازماتيك، شاب باقي في مقتبل العمر كيبغي الوداد، كيبغي الوداد بجنون، كيحب الوداد اكثر من كيحب والديه. واحد الشاب اللي كان في مقتبل العمر باقي تقريبا عنده 21 سنه مشى باش يتفرج في الوداد، فاذا به كيرجع جثه هامده لوالديه. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر داويه، الله يصبر والديه، متوا الجنة إن شاء الله. كما كتعرفوا فالعائلة الودادية دائما إلا وحاضرين، بما أنه واحد منا وكيف ما كان سواء كان محب ديال الرجاء والوداد إلا وكان جي ونعزيو، هذه سنة، هذا أجر، هذه رحمة، هذا خير، هذه مغفرة لأي واحد كيزور خوه في هاد المحنة ديال هاد الشاب هذا اللي بقى فينا وبقى فينا بزاف لأنه مات وباقي في مقتبل العمر. سنة الحياة هي هذه، الله بغاه باش يديه، الله بغاه باش يموت في هاد الوقت. في ديك المقابلة كان ممكن الوداد ان توقف المقابله، ربما الخبر ما كانش دقيق انه الموت ديالو باللي توفى، كانوا كيعتقدوا باللي انه غادي يمشي للمستشفى وغادي يتعافى. ومره اخرى كنجيو للغفران لهذه المقبره حتى هي كذلك كناشد، بما انها مناسبه عيب وعار، مقبره اسلاميه، مقبره اللي كانت فيها بواحد الحجم، وزادوا عباد الله ربما كيقولوا محسنين عطاو هذا الاطراف ديال الارض باش تدفنوا حنا والاباء ديالنا والاولاد ديالنا والاخوة، كل واحد النوبه ديالو، كل واحد وقتاش غادي تجيه. عيب ان نشوفوا هاد الحشك، هاد المزباله، هاد الشيء اللي واقع في هاد المقبره هادي، ما كاين لا نظام لا والو. وخصو الجماعه، خصو الفلوس ونظموا هذا ونقيوا هاد المقبره هادي، راه عيب وعار باش تكون مقبره اسلاميه بهذا الحجم، بهذا المستوى ديال الوسخ اللي وصلنا ليه، راه حشومه وعيب اننا نجيو نزور والدينا وما نلقاوش، نجيو ندفنوا شي واحد عزيز علينا وفي الاخر ما نلقاوش الظروف ديال لا ديال الدفن لا حتى شي حاجه، ما كاينه لا طريق مقاده لا حتى شي حاجه، عيب. المسؤولين كيخسروا في الفلوس على والو، كيخسروا في الفلوس ديال الدوله، كيخسروا فلوس ديال دافع الضرائب، وفي الاخر ما يهتموش بهذه المقبره. كنحملهم هذه المسؤوليه، لا مدير ولا مسؤولين ولا هذه المقبره ديال الغفران اللي تابعه ربما للمديونه ولا تابعه للهراويين ولا ما عرف لمن، تابعه المسؤولين ديال هذه البلاد هذه. في الحقيقه شوفوا مقبره ديال اليهود وديال المسيحيين وديال كل شيء نقي، والمقبره ديالنا دون المستوى. الله يصبر مره اخرى زكريا اللي مات، الله يرحمه، الله يصبر داويه. وانت واش رساله للفريق الوداد البيضاوي اللي في هذه المشاكل والازمه ما في الحقيقه كنت كنتمنى حتى هذا، رغم ان المجيء ديالي فانا مجرد محب الفريق الوداد البيضاوي، شي مسؤول ولا شي مسير ديال الوداد، ولكن كنقول لك باللي النتائج الهزيله والنتائج دون المستوى، واللعابه ولا اداره تقنيه ولا مدرب في المستوى ولا لاعبين في المستوى، حتى هاد المسيرين اللي دابا عطاتهم هاد المرحله الانتقاليه بالنسبه ليا ما كيصلحوش باش يسيروا الوداد. كان ممكن المقابله باش توقف الوقيته اللي مات الدري، كان ممكن شي واحد من المسيرين باش يجي على الاقل يعزي الوالدين ديال هاد الشاب اللي كيموت على الوداد وكيضحي من اجل الوداد ودائما حاضر في المقابلات. الله يصبر والديه، وهذا الشيء اللي غنقول، وخص مراجعه وخص محاسبه، وربما التوقف ديال البطوله هذه ربما غادي يكون كلام كثير على قبل الوداد، لانه بهذه الطريقه هذه باش غدا الوداد، فبالنسبه لي غدا الهويه صحيح ما كتحتلش المرتبه الاخيره، ولكن بالنسبه لي الا ما تجندوش المسير القدماء والناس الاكفاء ويدخلوا للملعب ماشي بالهضره وان بالفعل، خصهم يدخلوا
ويعطيو المساعده اللازمه لفريق الوداد، لان في امس الحاجه لاي مساعده سواء من مسير قديم مسير كف من لاعب قديم يعطي الاضافه لفريق الوداد البيضاوي. مشاهدي الفيس بريس، كان هذا يعني تدخل ديال المشجع الودادي مول الدعوه يعني المشهور اللي جا وديما كيجي في يعني في السراء والضراء، جا يقدم التعازي ديالو للعائله ديال المرحوم الودادي اللي توفاه الله يوم امس في ملعب بشير. كلام كثير مشاهدي الكرام، يعني كما صرح يعني هذا السيد هذا بان ما كاينش اسعافات اوليه في الملعب، ما كاينش بزاف الحوايج وهضر على انا بيت اللي نشد لكم هذه اللقطه هذه ديال المقبره الاسلاميه الغفران يعني والحاله الكارثيه اللي عليها. اليوم تم دفن المرحوم الودادي يوم امس بملعب البشير، كما كنشوفوا عدد كبير من الاقارب والاصدقاء ديالو جاو يديو يعني نظرة الوداع. إن لولا رجعون إلى هناك انتهى البث المباشر ديالهم مشاهد فاس بريس. في انتظار موتهم وشاخر دمتم في رعاية الله ولا اللقاء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.